يعطيكم العافية. كيف حالكم؟ اليوم راح نحكي عن موضوع مهم كثير في حياتنا بنمارسه بشكل يومي. هسا لو سألتكم لما الواحد يدخل على غرفته في الليل ايش اول اشي بيعمله؟ تفضلي. منين بدوية؟ من المفتاح اللي بكون اول غرفة. مزبوط، احسنتي. طيب بنفس الاشي لما واحد يجي بالليل بده يفوت على الدار، الدنيا عتمة، ايش بده يعمل؟ تفضلي. ولما يوصل فوق بطفي. طيب هسا اللابتوب لما نيجي نشغله نشحنه وين بنحطه؟ تفضل. المقبس. احسن. الثلاجة هناك كيف بنشغلها؟ الابريز يعني. طيب اليوم مين بحكينا شو درسنا اذا؟ تفضل. المخارج والمفاتيح الكهربائية. المخارج المفاتيح الكهربائية. اول شيء نحكي عن المخارج. المخرج من اسمه مخرج، يعني بطلع لنا الكهرباء اللي هو الابريز، كلياتنا بنعرفه. هذا ما بعرف شو هون. ابريز كهربائي. الابريز بتكون من ثلاث نقاط مثل ما احنا شايفين. خذ مرر على زملائك خليكم تشوفوا كلياتكم. بتكون من ثلاث نقاط ومن ورا كمان من ثلاث نقاط، بيدخل على كل نقطة سلك كهربائي. راح نتعرف عليها. هاي شكله هيك. على جهة اليمين دايما السلك البني اللي هو اللي بنحكي له الفاز، والجهة اليمنى اللي هو الخط المتعادل النيتر، والجهة السفلى اللي هو الارث. اذا هون مين بحكي لي؟ تفضلي. بني. هون تفضل. ازرق. نيتر او الخط المتعادل. واسفل اشي تفضل. احسنت. اللي هو الارث او الارضي. مثل ما احنا شايفين، اعطيني بس اللي هيك كيف توصيلته هون شفتوها كلياتكم؟ السلك البني على جهة اليمين، والازرق على جهة الشمال، والاصفر تحت. البني هو اللي خط الكهرباء، وهذا الازرق الخط المتعادل. شفتوا كيف توصيلته؟ حدا بيعرف يوصل لي اياه؟ تفضلي تعال. انا راح فكه. سمع زملائك. على يمين البني. سمعت شو حكيت؟ على يمين البني. وهي الازرق على الشمال. والخط الارضي هي الاصفر تحت. اسفل النقطة، الخط الارضي، الارث. ممتاز، صفقولها. إذا من ايش بتكون الابريز الكهربائي؟ تفضلي. بتكون من ثلاث اسلاك، اللي هي السلك البني اللي هو الفاز، والسلك الازرق اللي هو النيتر، والاسفل اللي هو الاصفر بكون الارض. احسنتي. طيب هلا الابريز في منهم بيجي بحد حمام او مطبخ، هناك بتكون في رطوبة ومي، علشان هيك بنستخدم له غطاء مثل هيك. كلنا في بيوتنا موجود مثل هيك صح؟ نعم. بنشوفه هيك، وبحد بالمطبخ عند الثلاجة بيكون هيك مشان في رطوبة. إذا ليش بنستخدم هذا الغطاء؟ تفضل نسيم. لحماية الإبريز من الرطوبة والمياه. أحسنت. كلكم فهمتوا شو الإبريز وكيف توصيله؟ نعم.
ننتقل للموضوع الثاني اللي هو المفاتيح الكهربائية. عندنا أنواع عديدة من المفاتيح الكهربائية. بتختلف بطريقة توصيلها عن بعضها البعض، وكل مفتاح له وظيفته معينة. أول مفتاح راح نحكي عنه، مين بحكي لي إياه؟ تفضل. المفتاح المفرد. في كمان أنواع عندكم. تفضل. مفتاح الدرج. مفتاح الدرج. اللي هو شو بنحكي له؟ الفكسل. والنوع الثالث، تفضل وياه. مفتاح المسلط. احسنت. مفتاح المسلط. المفاتيح كلياتها نفس الشكل بتيجي هيك، كلها المفتاح المفرد والمفتاح الفكسل والمسلط واي مفتاح في الدنيا بتشوفوهم في بيتكم، بس اللي بيختلف فيها اللي هي النقاط التوصيل اللي بتيجي من ورا اللي بتدخل عليها الاسلاك، بتختلف عن بعضها. راح نحكي اول شيء عن المفتاح المفرد. المفتاح المفرد نستخدمه لإنارة لمبة واحدة او اكثر من مكان واحد، بس يعني نتحكم فيها من مكان واحد، سواء كانت لمبة او عدة لمبات موصولات على التوالي. بيكون من بتكون من نقطتين توصيل. هذا مفتاح مفرد وهذه لمبة. بس بيجي سلك الكهرباء اللي هو مين بحكي له اسمه؟ تفضل. بيجي مع اللمبة. الفاز او اللاين بيجي على المفتاح وبيطلع منه سلك، وين بروح؟ اللمبة. بعدين سلك اللمبة اللي بيطلع منها مين بيحكي له وين بروح؟ تفضلوا. النيوترال. النيوترال او الخط المتعادل. اذا هذا الخط ايش هو؟ الفاز. الفاز. احسنت. هذا الخط، تفضل. احسنت. طيب هيك المفتاح شو حالته؟ تفضل احكي. المفتاح مفتوح بيصيرش التيار. بالضبط. هون الدارة مفتوحة، يعني اللمبة مالها بحالة اوف. لما نكبس على المفتاح بصير هيك. شو صار في الدارة هيك؟ تفضل. الدارة مغلقة بتضيء اللمبة. ممتاز. هيك بتضوي اللمبة. إذا هذا حالته التشغيلية بس حالتين، اون واوف. مفهوم لهون؟ عيد. طيب حدا بحب يطلع يرسم لي إياها؟ تفضل. احكي لزملائك. اول شيء فاز، بعدين المفتاح المفتاح هاي مغلقه، اطلع منها هون على اللمبه. احسنتي. من هون نشبك اللي هي نيوترال، هاي فاز، هاي نيوترال اللي هي متعادل، وهي المفتاح. احسنت. ممتاز. صفقولها. مين بيحكي لي كم نقطة توصيل للمفتاح المفرد؟ تفضل. احسنت. ممتاز. لا، النيتر ما بيجي للمفتاح. بس هو يدخل منه فاز وبخرج منه فاز. ممتاز. هاي مفتاح مفرد، تفرجوا عليه كيف بس له نقطتين، يعني برغيين في من ورا. تفضل ومرر على زملائك لننتقل للمفتاح الثاني. شايف كيف بس برغيان؟ بس بيجي عليه سلك كهرباء وبيطلع منه سلك كهرباء، عشان لما نضغط عليه يصير الدارة مغلقة، يوصل المفتاح. تاني.
ننتقل للمفتاح الثاني. مين بحكي لي شو هو؟ حكينا عنه قبل شوي. مفتاح الدرج الفيكسل. احسنت، مفتاح الفيكسل. اللي هو الدرج. مثل ما حكيت لكم، لما الواحد يجي في الليل على بيتهم بدخل من تحت بضوي الدرج، بس يطلع يوصل باب البيت فوق بطفيه. معناته منين تتحكم باللمبه؟ تفضلي. بضوي اللمبه من تحت في كبسه اول الدرج، بطفيه بكبسه اخر الدرج، تكون موصله التنتين. احسنت، يعني مفتاحين. مفتاحين. مفتاح تحت ومفتاح فوق. المفتاح الفيكسل بتكون من ثلاث نقاط توصيل. غير عن المفتاح المفرد، المفتاح المفرد بس نقطتين. نتحكم فيه إنارة لمبة من مكانين مختلفين أو عدة لمبات، يعني لو مش بكات على التوالي نتحكم فيهن من أكثر من مكان، اللي هو مكانين بس. كيف نوصله؟ هاي خط المتعادل الناتر، هذا وين بروح؟ على اللمبة. هذا خط اللاين أو الفاز. نوصل الفاز على النقطة هون، النقطتين هدول بروحن على المفتاح الثاني، وهذه النقطة هون نوصلها مع اللمبة، وهذا الخط مين بحكي لي وين؟ تفضل. أحسنت، على النيوترال. هسا إذا كبسنا هون تضوي اللمبة. يعني نفترض إنه أنا داخل على البيت كبست على أول مفتاح ومشيت طلع فوق لباب البيت، بكبس هون تطفي اللمبة. إذا كم حالة تشغيل له؟ حالتين. أحسنت، حالتين تشغيليات. فهمتوا ليش مفتاح الفيكسل وكيف نستخدمه؟ نعم. طيب نستخدم المفتاح الفيكسل بنقدر نستخدمه في مكان غير الدرج؟ نعم، في الممرات، في الغرف الكبيرة، غرف النوم. غرف النوم بالضبط، يعني الواحد بيدخل على غرفة النوم بيكبس على المفتاح وبيدخل على الغرفة وعند التخت بيطفي المفتاح. أحسنتم. مين بحب يجي هنا يوصل إياها؟ تفضل. ترسمها. امسك. هون خط النيوترال، هون خط البي الفاز، بدخل عندنا على المفتاح المصلب. فيكسل. على الفيكسل، على الفيكسل. هون نتم هون بخلال سلك اخضر مصفر، هون بيجي على اللمبه، هون اللمبه بنرجع خط النيوترال. احسنت، صفقوا له. اذا فهمنا المفتاح الفيكسل ليش بنستخدمه، وفهمنا كم نقطه توصيل له. نعم. مين بحكي لي كم نقطه؟ تفضلي. ثلاث نقاط توصيل. ثلاث نقاط توصيل. المفتاح الثالث اللي هو، تفضل ساري، مفتاح المصلب. المفتاح المصلب. المفتاح المصلب له شرط مشان يشتغل. هو بتكون من أربع نقاط توصيل، يعني أربع براغي له، غير عن المفتاح الفيكسل. هاي شوفوا هون مرة زملائك، له أربع براغي من ورا. علشان يشتغل لازم يسبقه مفتاح فيكسل ويجي بعده مفتاح فيكسل، وبنقدر نحط بينهم قد ما بدنا من المفاتيح المصلبة. نستخدمه وين؟ في العمارات، يعني دار أكثر من ثلاث طوابق، شقق سكنية، يعني مثل هيك بكون طابق أول، طابق ثاني، طابق ثالث، طابق رابع. يعني أنا شقتي هون وهون جاري وهون جاري وهون جاري،
بيجي شخص بدخل على البيت بكبس بدو الدرج كلياته ضوت العمارة كلها علشان يطفي من عند باب بيته، بس يطلع على الطابق الثاني بطفيه. طب اجل على الطابق الثالث بضوي من تحت، وين بطفي؟ من الطابق الثالث. اذا كيف نتحكم في الانارة؟ تفضل. من ثلاث اماكن او اكثر. هاي مثل ما حكينا الخط الازرق اللي هو المتعادل، وهذا الخط الحار الفاز. يكون عندنا اول شيء شو حكينا لازم يسبقه؟ مفتاح فيكسل. بعديها بيجي مفتاح المسلط. بعديها بيجي فيكسل. وهي اللمبة أو عدة لمبات قد ما بدنا، يعني مش شرط لان. طيب الخط المتعادل بيجي على اللمبة هون، الخط الحار بنوصله مع الفيكسل، بنطلع سلكين من هون على المفتاح المسلط. هون السلكين هذول وين بنروح فيهن؟ على الفكسر الثاني. احسنتم. ضل سلك على اللمبه. طيب انا لو كبست هون شو بصير باللمبه؟ تضوي. طيب لو كبست هون تطفي اللمبه. لو كبست هون اذا كم حالة تشغيل له؟ ثلاث. طيب هسا لو انا بدي احط هون مفتاح مسلب ثاني، بدي انا هون احط مفتاحين، يعني بدي امسح هاد واحط هون هاي مفتاح وهاي مفتاح. لا لازم بين قبل المفتاح المسلب، يعني اول شيء يعني هون فيكسل فيكسل، هون عدد قد ما بدك، هون مسلب وهنا فيكسل. نفس الطريقة نوصل السلكين مع المفتاح المسلب، وبنعطيه هون سلكين وهون سلكين، هذول وين بروحين؟ لو حطينا كمان واحد نفس. طيب مين بحب يوصل لي ثلاث مفاتيح؟ تفضلوا يا عم. مفاتيح مفاتيح مصلبة؟ ثلاث حط لي. أول شيء مفتاح الفيكسل. هاي أول واحد مصلب. هاي مفتاح مصلب. هاي الثاني مصلب. هاي كمان مصلب. هاي كمان واحد مصلب. هاي ثلاث مفاتيح مصلب. واخر شيء بعديهن شو كنا نحط؟ فيكسل. هاي اللمبة. تقدر تحط لي كمان لمبة؟ هاي كمان. هاي كمان لمبة. أحسنت. بس أنا في خط اللي هو الأصفر. الأزرق. الأصفر ما بتوصل بالمفاتيح. ليش؟ لأنه أرضي. اللي هو النيوترال. وهنا بني. بني الخط الحار. اللاين. اللاين توصلها مفتاح فيكسل الأول. أحسنت. المفاتيح هذول موصلها الفيكسل الاول مع المسلط. ممتاز. الثاني المسلط الثاني موصل مع المسلط الثالث. احسنت. وهذول مع المسلط بعد. احسنت. وهذول موصلهم مع الفيكسل. ممتاز. السيليكا. السيليكا مع اللمبتين. هاي ممتاز. إذا فهمنا ليش
المفتاح المصلب بيسبكوا مفتاح فيكسل وبتليه مفتاح فيكسل. احسنت. مين بحكي ليش بنستخدمه؟ تفضلي. للعمارات او في الاماكن المبعده او في الممرات الطويله. بالضبط. قد ما بدنا بنحط من المفاتيح المصلبه، بس شرط لازم يكون تفضل قبله فيكسل وبعده فيكسل، وبتحكم باماره لمبه او اكثر، يعني قد ما بدنا نحط لمبات. مفهوم لهون؟ هسه في التمديدات الكهربائية نعرف يعني احنا اسلاك كثير بتكون بالداخل ببعض، يعني مثل ما رسمنا المفتاح شفنا كم سلك مدينا. هاي الاسلاك كيف نجمعها؟ مش لازم نجمعها بالضبط في نقاط تجميع. في اشي اسمه عظمة وصل، نستخدمها مشان نجمع الاسلاك فيها. مثل هاي شايفين حاطين ثلاث اسلاك شابكينهم ببعض. خد اعطي زملائك، خد واحد انت واعطي الزملاء. اسرع شوي. حطي هناك كل مع عظمات وصل. عظمة الوصل اللي انتو معكم بتتكون من برغيين، بنجمع فيها مثلا ثلاث اسلاك مثل ما احنا شايفين، وبناخذ منها سلك او قد ما بدنا من الاسلاك، بنحلها بواسطه المفك ونحط فيها الاسلاك. هسه هاي الماده مصنوعه من البي في سي. البي في سي هو ماده عازله للكهرباء جدا، يعني الكهرب يعني مش زي الخشب، الخشب عازل بس هذا اقوى، عازل اقوى، مشان هيك بيستخدموها في تجميع الاسلاك الكهربائيه لانها اقل خطوره من اي ماده ثانيه. هنا موصول معنا مفتاح بالاسلاك، راح اعطيكم انا اسلاك. مين بحب يوصل لي كم سلك مع العظم اللي معها؟ تعالي وانت تعال. هاي ثلاث اسلاك سلك. خذ أربعة. هاي ثلاث أسلاك لك. مفهوم يا رجاء؟ إذا ليش بنستخدمها عظمة الوصل؟ تجميع. أحسنت. ومن هون من الجهة الثانية بنقدر ناخذ سلك أو سلكين أو حسب الحاجة بالتمديد. مثلا أنا أعطيكم رسمة مثال على عظمة الوصل كيف نستخدمها. هاي عندنا خط الأزرق. هاي الخط البني مع مفتاح مفرد. هاي جاي هون. هاي بدي اشبك انا عدة لمبات. هاي لمبة، هاي لمبتين، هاي ثلاث اشبكات مع بعض. هاي عظمة الوصل اللي احنا شفناها. ناخذ ثلاث اسلاك هدول نوصلهن في جهة واحدة
والخط الجاي من المفتاح بنحطه من الجهة الثانية. مفهوم لهون؟ والخط الأزرق المتعادل نعطيه للمبة وهي بتعطيه لباقي اللمبات. أو نقدر نستعمل برضه لكل لمبة خط أزرق بواسطة عظمة وصل. يعني نقدر نحط عظمة وصل هون، نطلع ثلاث أسلاك زرق وعظمة وصل نصلين فيها ونعطي هون الخط الأزرق. مفهوم لهون؟ طيب مين هون يجي يرسم لي أربع لمبات نستخدم فيهن عظمة وصل؟ تفضلي مع مفتاح مفرد. هاي عظمة التوصيل. كم لمبة؟ حطي ثلاث أربعة قد ما بدك. هاي أربع لمبات. هسا هاي التوصيل. هاي هون في طالع منه. بدل بجمعهم. بالضبط. هيك. ممكن أشبكهم بسلك أو أحطهم هون. أو لا. لا هم تشبكيهم في العظمة. أحسنت. أحسنت. صفقولها. طيب هسا هون هي شبكتهن هون ببعض اللي هو الخط الأزرق. طيب أنا بدي أشبكه بعظمة وصل. تعالوا يا أم. هاي بدي أمسح أنا هون. هاي. هاي الخط الأزرق مسحته. حط هون عظمة وصل. ممتاز. ممتاز يا أبي أمس. صفقوله. إذا فهمنا ليش بنستخدم عظمة الوصل وليش هم بيستخدموا مادة البي في سي بيها. مين بيحكي لي ليش؟ تفضل نسيم. عازل جيد للكهرباء. لأنها عازل جيد للكهرباء. أحسنت. ورخيصة الثمن. طبعا إلها أشكال متعددة. هاي حجم صغير، في منها أكبر وأكبر وأكبر، يعني في منها حجمها بوصل هيك. واضح لهون؟ طيب إذن اليوم حكينا عن مين بحكي لي؟ أنواع المفاتيح. أنواع المفاتيح. مين بعدد لي إياهن؟ تفضل أيد. مفتاح المفرد، مفتاح الدراج، ومفتاح المصلى. مفتاح المفرد. كم نقطة توصيل له؟ تفضل وياه. نقطتين توصيل. المفتاح الثاني. تفضل. مفتاح الدرج. مفتاح الدرج. كم نقطة توصيل؟ تفضل ساري. ثلاث نقاط توصيل، يعني ثلاث براغي. آخر مفتاح. تفضلي. أحسنتي. أربع نقاط توصيل، أربع براغي. طيب ليش نستخدم المفتاح المفرد؟ تفضل. إنارة مصباح واحد أو أكثر وتحكم فيها من مكان واحد. أحسنت. ومفتاح الدرج؟ تفضل نسيم. إنارة مصباح أو أكثر من مكانين مختلفين. أحسنت. تفضلي. أحسنتي. فهمنا إذا المفاتيح ليش بنستخدمها وكم نقطة توصيل وطرق توصيلها. البريز الكهربائي أو المخرج اللي حكينا عنه ورجيناكم إياه على جهة اليمين، مين بحكي لي السلك شو لونه وشو وظيفته؟ تفضل. لونه بني واللاين اللي هو بس الكهرباء. أيوه بالضبط. إذا بني الخط الحار أو خط الكهرباء. وعلى جهة الشمال تفضل. الخط الأزرق. أحسن. الأزرق. والأسفل تفضل رجاء. الإيرث. خلينا نيجي اليوم نشوف كيف بيشتغل البريز
واللمبات مع المفاتيح اللي تعرفنا عليها اليوم. هاي عندنا هون مخرج كهربائي، راح نشوف كيف بيعمل. ليش نستخدمه احنا؟ تفضلوا. توصيل الكهرباء. ليش؟ احكي لك. الأجهزة الكهربائية بشكل عام، يعني الثلاجة، الغسالة، اللابتوب، أي شيء. أنا معي شاحن، البليفون، مش لما تقوم تشحن التليفون تحطه بالكهرباء. هاي شايفين كيف ضوى؟ إذا هاي أحد استخداماته، بنستخدمه إحنا بشكل واسع، يعني ما بنستغني عنه، في البيت وفي كل مكان بنروح عليه موجود، وله أشكال متعددة. مين بحكي لي ليش هاي بنستخدمها؟ تفضل. لحماية من الرطوبة. أحسنت. وين بنلاقيها هاي؟ تفضلي. في الحمام، عندي في الثلاجة بالمطابخ أو في الأماكن المكشوفة. ممتاز. طيب. نرجع للمفتاح المفرد. نشوف كيف بيشتغل المفتاح المفرد. حكينا المفتاح المفرد نستخدمه لا تفضل نار تصباح او اكثر وتحكم في مكان واحد. بالضبط، مشان ننير مصباح نضويه من مكان واحد او عده مصابيح. هاي عندنا هون لمبه مشبوكه مع مفتاح مفرد. شايفين كيف المفاتيح هون كلها نفس الشكل؟ بس ايش اللي بيختلف فيها؟ نقاط البراغي وكميه الاسلاك اللي تدخل فيها. إذا هون أنا مفتاح مفرد مشبوك مع لمبة نتحكم بيها بمكان واحد. لو كبسنا عليها هون تضوي اللمبة، لو كبسنا بتطفي، بس مكان واحد إلها. مثل إيش نستخدم؟ وين؟ في الغرف، في الحمامات. ممتازة. إذا بس نتحكم فيها بمكان واحد للمبة واحدة. يعني هسه لو أنا جيت شبكت هون لمبة ثانية وكبست على المفتاح، مش بدوين اللمبتين؟ اذا بقدر اشبك هون اكثر من لمبه. بالضبط. بتحكم بيها من وين؟ من مكان واحد فقط. انت فاهمين؟ طيب مفتاح الفيكسل كنا كم عدد نقاط التوصيل له؟ تفضل. ثلاث نقاط توصيل. وليش بنستخدمه؟ التحكم بنار المصباح او اكثر من مكانين مختلفين. احسن. إذا نتحكم بإنارة المصباح أو أكثر من مصباح من مكانين مختلفين، وين بنستخدمه هذا؟ وين بنشوفه؟ تفضل. في الدرج. في الدرج. وين كمان؟ الممرات. في الممرات. فنفترض إحنا بنفوت على غرفة، غرفة نوم. أنا دخلت على الغرفة، الدنيا ليل، بكبس على المفتاح بتضوي الغرفة. بروح على السرير، بدي ارجع اطفيها وارجع، ما بشوف الواحد، فبكون هناك مفتاح بحد السرير على اساس انه يطفيها من غاد. بوصل عند السرير بطفيها من غاد. ونفس الطريقه لو اجى ضواها من هون تضوي، ولو اجى طفاها من هون تطفي. اذا مفهوم ليش المفتاح الفكسير؟ برضو بالممرات بنستخدمه، يعني اول الممر بيكون فيه مفتاح واخر الممر بيكون فيه مفتاح. ممتاز، احسنت. وكمان في الدرج، يعني دار مكونة من طابقين، ندوي المفتاح من تحت ونطفيه من فوق. مفهوم ليش مفتاح الفيكسل نستخدمه؟ طيب هسه بنيجي نحكي عن المفتاح المصلب. كم نقطة توصيل حكينا له؟ تفضلي. أربع نقاط توصيل. وين بنستخدمه؟ تفضل. في الأدراج والممرات الكبيرة. أحسن. طيب شو شرط استخدام المفتاح؟ تفضل. يكون قبله فيكسل وبعده فيكسل. قبله فيكسل وبعده فيكسل. بقدر انا احط اكثر من واحد مصلب. اكثر من مفتاح مصلب، بس شرط يكون في قبلها مفتاح فيكسل بعدها مفتاح فيكسل. فنفترض اني انا في عماره من ثلاث طوابق، بدي انا ضارب في الطابق الثالث. معي انتو؟ نعم. دخلت على العماره في الليل، هسه لو انه فيكسل المفتاح موجود مفتاح في الطابق الثاني، كان ما بقدر اطفيها من الطابق الثالث انا، صح؟ بتنزل على الثاني. اذا بلزمني انا هون مفتاح مصلب. اذا انا بستخدمه مشان اتحكم في اناره المصباح من اكثر من مكان. اذا بدخل انا على العماره بضويها، بطلع على الطابق الثالث بطفيها من فوق. طيب طلع جاري انا بالطابق الثاني بده ينزل تحت، بده يضوي، صح؟ بضويها من هون.
من الطابق الثاني بطفيها من تحت. طب لو كانت اربع طوابق العمارة نزيد كمان مفتاح مسلب، لو كان خمس طوابق ممتازين احسن. طيب مين يجي يرسم لي هون طريقة توصيله للمفتاح المسلب؟ تفضل تعال. بدي تشبك لي مفتاح مسلب ثلاث مفاتيح او اربعة، خليهن اربعة مسلب مع ثلاث مصابيح، وبدي تستخدم لي معها عظمة الوصل. ايش عندنا هون؟ كان خط نيوترا اللي هو الخط الازرق، هون بيجي عندنا الخط الحار اللي هو البي، هون هذا بيجي عندنا هذا اللمبة. ماشي، هون لازم طبعا الشرط يكون قبله فيكسل وبعده فيكسل. اول شيء عندنا فيكسل تكون من ثلاث نقاط، نعم نحط المسلط الاول مكون من اربع نقاط. احسن. مسلط الثاني مكون من اربع نقاط، مسلط الثالث مكون برضه من اربع نقاط، مسلط الرابع برضه مكون من اربع نقاط، وعندنا الشرط الاخير بيكون انه كمان فيكسل. ممتاز، حطه تحت اذا بدك. هذا واحد. ممتاز، شايفين زميلكم شو بيعمل؟ هون عندنا عدد اللمبات واحدة خلص اللي خليها لمبتين. هسا وليش بنشبك؟ احنا الخط البي هون عندنا هي طلع سلكين على المفتاح المسلط. هاي سلكين هون المسلط الثاني، هون سلكين المسلط الثالث، شايفين كيف؟ هون سلكين على المسلط الرابع، اخر شيء سلكين بجين على مفتاح الفيكسل. مفتاح الفيكسل وهون عندنا بيطلع سلك اللي هو مشان للمبات. طلع لنا خليها بعظمة وصل، هون احنا نعملها في عظمة وصل. خلي اللمبات لفوق شوي. حط عظمة وصل، نشبك اللمبات هون مع بعض، هون نحط عظمة وصل، عظمة وصل ندخل عليه هذا السلك، هون نطلع سلكين سلكين ندخلهن في عظمة عظمة الوصل. أحسن، ممتاز. هون عندنا برضو نشبك السلك معها، لا مش على عظمة على عظمة على الوصل، الوصل مشان تتم عملية إضاءة المصابيح. مش هون، بيجي هون عظمة وصل ثانية، عظمة وصل هون نحط عظمة وصل. ايوه، وهاي هون بتيجي انك اذا حطيتها هون شو بصير؟ بصير شرط، ما بزبط، بصير شرط. احسنت، ممتاز، صفقوا له. طيب شفتوا كيف زميلكم رسمها؟ مفتاح الفيكسل مين بيجي يرسم لي اياه؟ تفضل نسيم، استخدم لي ايضا معها عظمة وصل. هاي الخط الحار البني، هاي الأزرق، هون لمبة، هاي لمبة، هون كمان لمبة. أحسنت. هون حط عظمة وصل. وين؟ هاي طلع دينا. هاي هون تحط عظمة وصل مشان الأزرق، هون تحط عظمة وصل مشان البني. هسا منطلع من هون، امسك طلع سلك من هون على عظمة الوصل، هون طلع سلكين، سلكين من اللمبة عليها هون، وهاي بنتوصلها كمان سلكين من هون على عظمة الوصل ومن هناك على النيتر. شفتوا كيف؟ ممتاز يا نسيم. طبت لي اياها عملي بس هون. هاي ندوي من مكان محدد، المكان الاخر نطفي منه، بتفيها من المكان الاخر. كم نقطة توصيل للمفتاح الفيكسل؟ أنا ثلاث نقاط توصيل. وليش تستخدمه؟ نستخدمه للادراج والممرات لاضاء مصباح واكثر من مكانين مختلفين. ممتاز يا نسيم، صفقوا له.
طيب مين يجي يطبق لي على المفتاح المصلب؟ تفضلي. إنه دخلنا مثلاً على عمارة من ممتاز. دخلنا أي طابق مثلاً الطابق الثاني مت فيها. أحسنتي. ولو مثلاً زميل آخر بده يضبط الطابق الثالث بيرتبط فيه من تحت. أحسنتي. كم نقطة توصيل للمفتاح؟ أحسنتي. ليش شو الشرط اللي لازم نوصل فيه المفتاح؟ لازم يكون بدايته فكسر ونهايته فكسر. أحسنتي. صفقوا لها. مفتاح المفرد مين بيجي يطبق لنا عليه؟ تفضل. عملية التحكم فيه من مكان واحد، يمكن التحكم فيه من مصباح واحد أو أكثر من مصابيح، تحكم فيه من مكان واحد ثابت. أحسنت. كم نقطة توصيل له؟ نقطتين. وين نستخدمه؟ نستخدمه في الغرف، في المطابخ، في الحمامات. ممتاز. أحسنت. تفضل اقعد تصفقوا له. إذا اليوم شو تعرفنا على شو؟ على أنواع المفاتيح. أنواع المفاتيح. وإيش كمان؟ استعمالاتها. شو كمان؟ شو نسيته؟ نسيته هون الابريز الكهربائي. واضح لهون؟ حدا مش فاهم اشي؟ يعطيكم العافيه.